ترتيبات شهر العسل الخاصة فيك أنت والأميرة بيلا. وين بتحب ننصب الخيمة تبعك؟ إذا بدك بفضيلك خيمتي. إلي جاي بدك تقولي قولي. أنت عن جد عم تخطط تتزوج بنت صغيرة بتطلع من عمر ابنك؟ أي أنا ما عندي فكرة إنه البنت اللي بدك تتزوجها هي نفسها اللي كنت مقرر إنك تحضر عرسها، وكمان عرفت إنه خطيبة لهي البنت هو مات من فترة. يا ترى أنت السبب بهالقصة؟ ولا شو هالحكي اللي عم تحكيه ملكة جوتا؟ أنا ما عملت هيك أبداً. أنت ارتكبت جريمة جلالتك، كنت بتعرف إنه البنت بتحب شخص تاني ومع هيك لسه أنت مصر إنك تتزوجها؟ جلالتك أنا ما عم صدق أبداً إنه بدك تتزوج بس لأسباب متعلقة بالمملكة، وأكيد في سبب تاني لازم أعرف شو هو. ما بعتقد إنه ضروري تعرفي هالشي ملكة جوتا، وإذا أنتي مقتنعة بأنه أنا بدي أتزوجها لهالبنت لأنه أنا بحبها فإيه صح؟ هالشي صحيح، أنا حبيتها من أول مرة شفتها وكانت مخطوبة، بس لما مات خطيبة فكرت أنه رح تكون هاي فرصتي المناسبة لحتى أتزوجها. بس قلت لي سبب تاني غيرها. أنا كنت عم بكذب يا ملكة جودة، كنت عم بكذب. شو لازم قلك؟ أني رح أتزوج بنت من عمر ولادي لأني بس حبيتها؟ وطبعاً ما بدي أقول الحقيقة مشان ما أتجادل معك، وخاصة بهيك مناسبة سعيدة.